أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الذين يرون المنجمين على شاشات التلفاز والقنوات الفضائية، سواء صدقوا المنجم أو لم يصدقوه؟ لا يجوز لهم، هذا منكر، هذا منكر، ولا يجوز لهم النظر إليه، لأن هذا من المنكر، وربما أنه يعلق بأذهانهم أو يؤثر عليهم، ولا سيما العوام عليهم خطر عظيم من هذه القنوات التي تجلب الشر والفساد في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات، فلا خير فيها، فالمسلم يبعدها عن بيته، يبعدها عن بيته، لا يهدم بيته ويفسد عقيدته وأولاده وأهل بيته. نعم.